استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه في قصر الصافرية هذا اليوم بحضور سمو الفريق أول ركن الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني، سعادة الفريق ركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، حيث قدم هيئة رئيس الأركان لجلالته إجازة حول خطة تطوير مختلف أسلحة وحدات قوة دفاع البحرين وتزويدها بأفضل وأحدث الأسلحة والمنظومات العسكرية الجديدة والمتطورة، إضافة إلى تحديث خطط برامج التدريب للموسم القادم. قد أعرب جلالة الملك المعظم القائد الأعلى أيده الله عن تقديره واعتزازه بجميع رجال قوة دفاع البواسل، وأثنى رعاه الله على كفاءتهم المميزة في التعامل بكل اقتدار مع هذه الأسلحة المزودة بأحدث التقنيات العالمية والنهوض بواجبهم السامي النبيل لحماية الإنجازات التي حققتها مسيرتنا الوطنية الظافرة. وأمن المواطنين الكرام متمنيا أيده الله لجميع رجال قوة دفاع البحرين الشجعان داخل البلاد وخارجها دوام التوفيق والسداد.